بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لما بدأناه في الحديث عن حقوق الشركاء على حصصهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أريد أن أطرح على السامع الكريم سؤال: هل يجوز التنازل عن حصص الشركاء وانتقال ملكيتها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ الإجابة عن هذا السؤال أقول بأن المنظم السعودي أقر بجواز التنازل عن الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فنص في المادة 165 فقرة 1 من نظام الشركات على أنه يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة، ويستفاد من ذلك جواز التنازل عن الحصص لفائدة الشركاء أو الغير، ويترتب على ذلك انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة إلى المتنازل عليه. أما بالنسبة لحق الشركاء في طلب استرداد الحصة، فإذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير، وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. أما بخصوص انتقال ملكية الحصص عن طريق الميراث أو الوصية، فلا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموت أحد الشركاء كما هو الأمر بالنسبة لشركات الأشخاص، بل إن حصة الشريك المتوفى تنتقل ملكيتها إلى ورثته أو الموصى إليهم، ويشترط ألا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريكا. فإذا أدى انتقال الحصص بالميراث أو الوصية إلى زيادة العدد الذي اشترطه مشروع نظام الشركات، ففي هذه الحالة يجب تعديل الأوضاع، إلا أن المنظم السعودي في مشروع نظام الشركات في المادة 151 اشترط ألا يزيد العدد عن 70 شريك، واستثنى من ذلك حالة الزيادة إذا كانت ناجمة عن الميراث. وتؤكد المادة 165 فقرة 4 على أن حق الاسترداد المنصوص عليه نظاما لا يثري على انتقال ملكية الحصة بالميراث أو الوصية، ويستفاد من هذا أنه في حالة ما إذا توفى أحد الشركاء وانتقلت حصصه إلى ورثته أو الموصى إليه، فإن بقية الشركاء ليس لهم الحق في أن يطلبوا استرداد هذه الحصة.